ولد أم بنت؟ سؤال يواجه العديد من النساء فترة الحمل. هذا الفضول قد يقود العائلة لمعرفة جنس الجنين وحتى تحديده في بعض الحالات قبل الحمل طبعاً، مثل إنجاب عدد من الإناث وليس باستطاعتهم إنجاب ذكر أو التأكد أنه ذكر. دراسات عديدة تدور حول هذا الموضوع وهو تحديد جنس الجنين. فوفقا لدراسة نشرتها مجلة تيليغراف البريطانية لباحثين يابانيين في جامعة هيروشيما، تقول أن باستطاعة الأهل تحديد جنس المولود من خلال القيام بإضافة مادة كيميائية إلى السائل المنوي للرجل، ليقوم بعدها كروموسوم الذكورة Y بالتحرك أسرع ويبدأ بعدها في فصل نفسه تماماً عن كروموسوم الذكورة أو الإناث X، والذي يؤدي إلى الحمل بأنثى. ما هي آخر التقنيات التي تستخدم لتحديد جنس الجنين؟ سيكون محور نقاشنا مع الدكتور كاميل فرام، وهو أستاذ الأمراض النسائية والتوليد والعقم وجراحة الأورام النسائية في كلية الطب الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك، صباح الخير. يعني إحنا بدنا نحكي بأكثر موضوع حساس، يمكن إن كان من ناحية تحديد جنس المولود أو الكيفية أو حتى الفهم من يحدد أصلاً بشكل طبيعي جنس المولود. خلينا نعطي مقدمة هيك بسيطة عن من يحدد. أول إشي دعيني أشكرك على هذه الاستضافة، وجرياً على عادتي أنا بكل مقابلة تلفزيونية بحب أصبع على أمي لأن هي الشخص رقم واحد بتفرج على كل مقابلات التلفزيونية. طبعاً تحية إلك إلها منا. هلأ للبدء، المسؤول عن تحديد جنس الجنين هو الرجل بالنسبة للإنسان. ولو قلنا متى يتحدد جنس الجنين، إذا منيجي بالمنطق العلمي يتحدد جنس الجنين منذ اللحظة الأولى لتكوينه. لسبب، من هو الجنين؟ هو عبارة عن اتحاد الحيوان المنوي من الذكر مع البويضة من الأنثى. كل واحد فيه 23 كروموزوم، من ضمنهم اللي هو الإكس كروموزوم أو الواي كروموزوم. إذا في عندنا 22 كروموزوم زائد إكس، 22 كروموزوم زائد واي. مجرد ما اتحدوا بعطوا جنين، أو يعني فيما بعد يسمى جنين، وبيبلش بنطفة وينتهي بجنين. في 46 كروموزوم، من ضمنهم إذا كان الاتحاد إكس مع إكس أعطى بنت وإكس مع واي أعطى ولد، فبالتالي الرجل هو المسؤول عن تحديد الجنس، ويبدأ هذا التحديد منذ اللحظة الأولى لتكون الجنين. صحيح إحنا علميا نستطيع تحديد هذا الجنس فيما بعد من خلال التقنيات الحديثة، في سواء في الألتراساوند أو في الوسائل التشخيصية، لكن هذا لا يعني أنه هناك فكرة أو فرصة لتغير هذا الجنس، فهو يتحدد منذ اللحظة الأولى. ماذا تعني بذلك؟ يعني أعني بذلك أن الرجل هو المسؤول عن تحديد جنس المولود، ويتحدد منذ اللحظة الأولى للقاء الحيوان المنوي مع البويضة. هلا لتحديد جنس الجنين زي ما حضرتك ذكرتي، بجوز أنا الدراسة اللي حضرتك ذكرتيها أنا ما عندي فكرة عنها، ولو إني يعني هي دراسات كتير يعني أتحفظ على بعض تفاصيلها. تمام، يعني هناك تحفظ على بعض التفاصيل لسبب إنه إحنا التقنيات التي نستخدمها لتحديد جنس الجنين يعني قد تكون فيها يعني شكل من أشكال الواقعية والمصداقية أكثر، جميل. أو ما هو متعرف عليه الآن. نعم، خلينا نحكي معناته عن الواقع في الأردن والتقنيات التي وصل إليها الطب في الأردن. يعني نحن نعرف أن الطب في الأردن وصل إلى حضرتك ذكرت حديثة. وهذا إشي يحترم، أنه الناحية المادية أصبحت إشي مهم. وإحنا شعب، خلينا أسميه إحنا شعب ذكوري بطبيعتنا، سواء الأم أو الأب أو الأم والأب الاثنين. يعني إحنا بيجينا على العيادة تسأل الأم بيش أنا حامل، بديش أقول بتضايق بس يعني بتحب تقولها أنه بولد، ما بعرف ليش، هذه طبيعة مجتمع لا نستطيع تغييرها. أنا شخصيا ما هو أحيانا كمان مش حب بيكون للذكر قد ما هو خوف من أن يكون سند للأنثى إذا كان في أنا لا, لا 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 أختلف يعني معك أبدا دائماً. لا لا أنا مش مختلف معك، أنا صحيح أجاني بالأول بنتين، فكنت أنا حاب الحمل الثالث يكون ولد، ولو أجاني بنت بجوز أفكر بالرابع. وجود الولد بالعائلة إشي مهم، الله يخليهم جميعا، وجود آمين يا رب، وجود البنت بالعائلة إشي مهم، وضمن أحكامنا وأعرافنا الولد يحمي الأخت، يحمي أخته ويحمي الاسم أبوه، يخلده زاد بقضايا الميراث وما ميراث، وإلها قصص كثيرة. لكن وجود الشكلين
الجنسين بالعائلة إشي مهم. طيب كيف يعني خلينا نحكي تقنيا بتتم هاي العملية عشان الناس تقدر تتخيل كيف تتم هذه العملية؟ أول إشي قبل ما أقول كيف التقنية بدي أقول إنه القانون بالأردن لا يمنع من اختيار جنس الجنين، فنحن لا نخالف القانون. كان هناك جدل في هذا الموضوع. كان هناك جدل وكان هناك، لكن أكيد يعني مثلا خلينا نقول يعني واحد بده يخلف ضمن الأوضاع المادية، مش معقول يعني هالولد لازم يجي إلى حد ما، فبده يضل يخلف بنت 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 بنت. ولاحظي إحنا منركز على قضية ولد، بس بحب أقول لك في نوع من أنواع النهضة الآن إنه بيجوا بدهم بنت، ففي يعني عائلات يعني صحيح نسبة أقل بس موجودة. صحيح. عشان هيك مسموح وبادي عندي بدأ طبيا مسموح. أول ثورة الأطفال الأنابيب كمان يعني كان في خوض وجدل بهذا الموضوع، ففكرة إنه يكون في طفل إذا ما كان في احتمالية برضو نفس الطريقة يعني. بالضبط يعني هو هذا اللي صار. إحنا عم نساعد يكون في طفل ولم يكن هناك في الحالة الطبيعية. وبالتالي نحن نتماشى بالتوازي مع التقنيات العلمية والتحديثات اللي قاعدة بتصير، هي موجودة، فبدال إحنا ما نروح نستخدمها برا إحنا نقلت هذه التقنيات للبلد. نعم. هناك عدة طرق لتحديد جنس الجنين، لكن هم الاثنين تحت عنوانين. العنوان رقم واحد الطرق الطبيعية، والعنوان رقم اثنين وسائل المساعدة على الإنجاب التي بيكون فيها دور للطبيب، الطبيب طبعا وفريقه الطبي، ما بقدر أقول الطبيب لوحده. بالنسبة للوسائل الطبيعية، هلا فرصة حدوث حمل لأي سيدة بأي دورة شهرية هي 18-20% بالدورة الواحدة. تمام. فكل الكلام اللي بدي أبنيه وأحكي مبني على فرض حدوث الحمل. تمام. هلا ما في إشي يضمن حدوث الحمل ولا أي وسيلة، لا الطبيعة ولا التقنيات المساعدة على الإنجاب. هلا بالنسبة للطبيعة، هلا درجة المهبل هي حامضية، هذا إشي رباني لحماية هذه المنطقة. هلا الحامضية قد تقتل الحيوانات المنوية أحيانا إذا زادت حموضتها. مقارنة بين الحيوان المنوي الذي يحمل الجين الذكري بالأنثوي، هناك عدة فروق، منها إن الحيوان المنوي الذكري هو أضعف بالمنية، أصغر بالحجم، أقصر بالعمر، أسرع بالمسيرة. وبالتالي نظريا إذا إحنا وجدنا طريقة لطرد هذا الحيوان المنوي من المهبل سنسرع بوصول الحيوانات المنوية التي تحمل جين الذكري للبويضة اللي هي غير متحركة، اللي يعني بوقت الإباضة البويضة تكون عند منتصف قناة بطرف قناة فالوب. نعم. هلا بتيجي على الوسائل. أول شيء خلينا نقول الحقن الكربوني اللي هي قبل الجماع بثلاث ساعات، هي تحول البيئة من حامض إلى قلوي، وبالتالي تساعد في طرد الحيوانات المنوية. على افتراض حدوث حمل، هاي بتزيد النسبة، طبعا النسبة الأصلية 50-50، هاي بتزيد النسبة خلنا نقول 55-58%، إذن مش زيادة عظيمة. طريقة رقم اثنين اتباع برنامج غذائي، وهو برنامج قاسي، وهذا البرنامج الغذائي للسيدة فقط، لا علاقة للرجل بهذا البرنامج. يعني التقاطها بده يكون يعني يعتمد على الغذاء كيف بده يساعدها على هلا كيف بده يساعدها. هذا برنامج غذائي الالتزام فيه على الأقل لمدة 3 شهور. البرنامج الغذائي رح يعكس معادلة الأمناح التي توجد على سطح البويضة بالطبيعة، هي محاولة لعكسها، وبالتالي تصبح هذه المعادلة الحركة الأيونية اللي هي الزائد والناقص تنعكس بتصبح جاذبة أكثر للحيوان المنوي الذكري. نعم. يعني أنا بعرف أنه الموضوع دكتور فيه لكثير من التفاصيل، ولكن بقي معنا أقل من دقيقة حابة أسأل فيها كيف إقبال الناس على هذا الموضوع، وهل بالضرورة أن تنجح في كل الأحوال هذه الطريقة؟ ليس بالضرورة أن تنجح، ولا وإقبالها كبير جدا، فوق المتوقع، خاصة مع الأحوال الاقتصادية يمكن. وأنا إذا بدي أنصح بدك أنت طريقة مضمونة، نسبة نجاحها 30-35% بحدها الأقصى كمحاولة أطفال أنابيب، لكن إذا نجحت المحاولة اللي هي هاي 30-35 فهو 100% ولد طبيعي أو بنت طبيعي، هي الطريقة الوحيدة لتحديد جنس الجنين بطريقة
سليمة 100%. وغير ذلك هو طبيعي للصحة. بدي أشكر وجودك معنا اليوم دكتور كاميل الفرام، أستاذ الأمراض النسائية والتوليد والعقم وجراحة الأورام النسائية. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. شكرا لك. تحياتنا للوالدة. الله يخليك. أهلا وسهلا.